حياكم الله مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم مستمرين معاكم مع هذه الامسيه الجميله اللي تسمعنا معاكم مع ضيوفنا الكرام وننتقل معاكم وننطلق في عالم الشعر والشعراء. شكرا جزيلا لقبولهم هذه الدعوه وهذه الفقره موجوده للشباب ولدعمهم بهذه الامسيات نحاول نقدمها لكم من كل اسبوع ان شاء الله. اذا هذه امسيه شعريه الليله تجمعنا مع شعراء للامانه مميزين، لكن في من كان بالساحه الشعبيه والاعلاميه وانقطع، وفي من هو لأول مرة ظهوره إعلاميا، مع العلم أنه متواجد بالساحة الشعبية يعني على استحياء نقول، أو هو تأخر لظروف معينة نتعرف عليها، ولكن اليوم ينطلق من خلال شاشة الراي، فأهلا ومرحبا به. وأيضا شاعر جميل ومميز متواجد دائما بطلته الجميلة وبطرح الجميل للقصائد المختلفة والمتنوعة. رحب فيهم بداية ورحب بالشاعر وايضا هو زميل في المجال الاعلامي الشاعر سعود بن هديان. مساك الله بالخير اخوي سعود. مساك الله بالنور، يا مرحبا ابو تركي. حياك الله وسعدين بلقائنا معك. لي الشرف اني اكون متواجد في القناه يعني الاجمل. اهلا وسهلا فيك. ومع حضور الاخت دانا. حياك الله. واشكركم على هالاستضافه هذه. حياك الله، يا مرحبا فيك. وايضا نرحب بالشاعر كذلك صاحب الكتابات الجميله واللي ظهوره الاعلامي ينطلق من خلال شاشه الراي ومتواجد في السابق ولكن ما بين تواجد وانقطاع، واليوم ان شاء الله من خلال هذه الانطلاقه وهذه الامسيه اللي تجمعنا معاه نتعرف على الاسباب والانطلاقه هذه ان شاء الله ستستمر ولا راح ينقطع مره ثانيه. نرحب بالشاعر سعد الزعبي. مساك الله بالخير. حياك الله يا دكتور راشد، ساعه مباركه وياك واختي دانا واخواني الشعراء، مسي عليهم ومسي على اخواني المشاهدين، واشكر قناه الراي على البادره الطيبه اللي هي ترجع لنا الشعر والزمن الجميل، وانا سعيد جدا متواجد معكم. احنا اسعد وحياك الله، اهلا مرحبا فيك. وايضا نرحب بالشاعر المتالق والمميز ايضا، وهو مو غايب عن الساحه، على طول متواجد من خلال السوشيال ميديا وايضا الساحه الاعلاميه ودائما يحاول يرضي جمهوره، اليوم الشاعر الجميل حسين المفرج. مساك الله بخير. حياك الله. مساك الله في النور اخوي ابو تركي، مسي عليكم بخير وعلى المشاهدين الكرام، على اختي دانا. حياك ومشكورين على الدعوه الكريمه. اهلا وسهلا. سعدنا نجملكم ان شاء الله. تسلم. اليوم اكيد راح تكون يعني حديث شعري بامتياز، راح نستمتع فيه وراح نغوص في بحر الشعر معكم، لكن طبعا في البدايه دائما ما نسال عن البدايات، وتهمنا بدايات الشاعر المتميز. بدايه معك استاذ سعود، شلون كانت بدايتك الشعريه ومن اين بدات؟ بدايتي الشعرية حالي كحال أي شخص، يعني بدايتنا كانت بوجود المجلات. نعم. والجرايد اللي هي جرايد الشعرية، هذا اللي كان متوفر في ذاك الوقت يعني في 2004 2000. فبعدها انتقلنا من المجلات والجرايد إلى القنوات الشعرية. نعم. طلعت القنوات الشعرية وبعدها الى عالم التواصل الاجتماعي على ما قال. في بدايتي يعني نفس اي شخص بدا في الشعر. نعم. بالنسبه لك استاذ سعد؟ نفس ما قال اخوي سعود، البدايه كانت الاقارب، اقرب الناس يسمعون الشعر، الاحساس يشجعون. انا عشت في بيئه شعريه، انا والدي رحمه الله عليه شاعر، رحمه الله ورحمات المسلمين، وعندي خوال اثنين شاعر، عشت في بيئه شعريه انتجت الاحساس انك تقول حق احد اقرب الناس يشجعك ويدعمك. نعم. تكون بادره طيبه تستمر فيها وتلاقي صدى عند الناس وقبول وتشجيع من الاهل، الى يعني نوصل للمرحله هذه يعني بعد العمر، هذه تجربه الواحد يفتخر فيها ينتز فيها. نعم. شلون كانت بدايتك استاذ حسين؟ بدايتي انا اول ما انطلقت في الشعر والنشر عن طريق جريده الراي. في جريده الراي لها يعني سبق الفضل في المجلات، وبعدها التواصل الاجتماعي. نعم. وبعدها في القنوات الفضائيه، هذا احنا مستمرين ان شاء الله. الله يوفقك. موفقين ان شاء الله وراح تكون امسيتنا جميله بحضوركم، بس احنا دائما نبتدي مع اكبر سن، دائما احب اوهق اليوم. كلكم شباب ان شاء الله، قواكم الله ونبتدي. كلكم كبار قدر. الله يحفظكم ان شاء الله ونورينا. الكل ياشر عليك سعود. بدايه راح تكون معاك، نبتدي من اليمين، الله يجعلنا جميعا من اليمين ان شاء الله. فاخوي سعود بعد شوي راح ننطلق باسئلتنا، اسئلتنا كثيره ترى ما راح نخليكم، فشنو حاب تختار لنا؟ بختار لكم قصيده مكسه يعني اجتماعيه مدخل فيها غزل وفيها رمزيات. تفضل. يا هيه يلي تعرفون ان العرب فيها انقسام، أحد شبع في مرقده وحد يكافح لجل قوت، وكل من دخل في المعمعة شد الحزام،
ارخى الحزام واللي دخل في المعمعه يمكن يفوت او ما يفوت. ناس يحبون الغرام ولا يعرفون الغرام، مثل الذي يلعب بلوت ولا عرف لعب البلوت، اللي تشنون الهجوم ولا تعرفون الخصام. ما عندكم يا كود يا لالا يا لالا بس صوت، ويلي تذمون السكوت ولا تذمون الكلام. والفائدة أصل الكلام اللي يوازيه السكوت، صار البلد في زحمة ينسى هموم الازدحام. حتى المساكن امتلت ونشد ريسبشن ماريوت، ويهل القلوب اللي نواياها تحب الانتقام. ما أقول في كبدي مرارة من مرارة أنزروت، الله مجملني بربعي يا شبيهين النعام. والكل منكم حامل قلب بصدره قلب حوت، ويا غايتي يلي ورا الدمام ما جاني سلام، اشتاق لك شوق العواجي فالها والعيون نوت. يا غايتي يلي ورا الدمام ما جاني سلام، اشتاق لك فالهوى العيون نوت. انا غرامي نظرتك يا بلحلا يغلى الانام، فديت قلبك والخدود اللي حلاها طعم توت. مرضني ولكفني بالحق يا راعي اللثام، ولا تقول ارحب تفضل جابتك كبر البخوت. بيتك بيت سكنته يجعل صرحه يشيد الف عام، وتروهن بيوت البنا بيتك يا بيت العنكبوت. اللي جعلت الصبح عندي مشبه الليل الظلام، قلبي يموت بشوفتك وبصدتك قلبي يموت. لبيه من فوق اللحم لبيه من تحت العظام، وشفت زوله يا لساني من جماله لا تلوت. انا طلبتك والرقاب العوج يكفيها الحسام، واللي بغيت اركب بحر مركب بمركب جالبوت. الله يخلي الباخر على صرب الموج التطام، وعصر التطور والتقدم وانتهى عصر الفروت. يلي على برج الحراسة راح وقت الاستلام، يا بايع البشت الحساوي ينتفع من هالبشوت. ترى العرب برزاقها طارت مثل طير الحمام، اللي محصل له وصل واللي فلس من الكروت. يلي هويتك من صميم الروح يا بدر التمام، عربت لك حبك بقلبي في ثبات في ثبوت. الدنيا يعيش بها الردي وبها رفيعين المقام، ويلا تثبتني عليها بالصلاة وبالقنوت. سلام. صح لسان. صح لسان. صح لسان. استاذ سعد، لما يجي الكاتب يكتب قصيدته، هل هو يكتبها لإرضاء مشاعره وإحساسه، أم علشان يكتب عشان الجمهور شنو يحب أنه يسمع؟ والله أولا وأخيرا يكتب إحساس الشاعر، أي شاعر يكتب إحساسه. ما يمنع انك طبعا تشوف الناس شنو تبي، مثلا احساس الناس يناسب، تلمس مشاعر الناس. يجي صديق مثلا يقول لك مشكله، يقول لك معاناه، ترجمها مشاعر. فما يمنع انه يسوي خليط بين، طبعا اول شيء يهمه مشاعره، يكتب احساسه بصدق. اللي يكتب احساسه بصدق راح يوصل الناس بصدق. نعم. فيكتب احساسه ويكتب يعني يحس باللي حواليه. جميل، ودنا نسمع من هذا الاحساس ان شاء الله. اقول الاوادم فالاوادم ما هي ملزومه، طيبها من إحسان وللدافع الإنسان. لا تعذر بوقفة الطيب معك وتلومه، يكفي إنه ما تصدد يوم جيته عاني. ما يذم الطيبين إلا الردي وسلومه، دون شرهين الفعايل ذمتي ولساني. والتشكي في المجالس عادة مذمومة، إني أسمع شخص يشكي حالته ما داني ودك الرجال لا ضاقت عليه هدومه. ما ينزل قيمته لفلان ولا فلاني، يا يدرهم في البعير اللي يشيل همومه، او ينوخ ويتعلم درس له مجاني. سنين مقدره واحداثها مقسومه، لا فرحنا اسبوع كثره او دبل نعاني. والحياه اقصر من زرار الرجل الكمومه، البخيت اللي سندها الوازع الايماني. وكل طيب لا برز فعله تجيك علومه، وكل طيب صرت اعده واحد من اخواني. والردي وجهه قفاه وخنجره مسمومه، من تذره في وجيهه للرداء يشناني. ودك ان هالردع وجيههم موسومه، تنعرف بين العرب عدناني وقحطاني. صح لسانك. صح لسانك. حسين فرج شنو مجهز لنا؟ كل خير ان شاء الله. ما يجي معك الا كل خير. الله يسلمك. تفضل. يقول بعض الوجيه ان شفتها ضاق صدري، ما الله عطاني حب عبسان الوجيه. ناس تعل الكبد ما هي بتبري تشره، ولا تعرف اسلوم ومشاريه. من يعرف سلوم الرجاجيل يدري ان الحياء بوجيه الاجواد يحييه. احب من يشبر على الطيب شبر، يقر من جميع الناس بالخير تطريه. واحب من يرفع ولا قل قدر اللي يبين فيه طيب نسويه. وعز الله اني بالرجاجيل مشري،
إلا طليق حجاج والعيب عاديه وما دامني في درب الأجواد أسري أموت في دربي والأحيا وخليه واسعى على العليا ولا دار فكري إلا على كسب نعم والسعد فيه وشوم دام نفوس الأوغاد حدري وأعز نفسي واكسب الطيب واجني سلامه صح لسانك صح لسانك. استاذ سعود يعني ما شاء الله انت لك خبره وباع طويل في المجال الشعري، شنو القصيده اللي حسيت انها هي اللي خلتك ترسخ في اذهان الجمهور؟ قصيده محدده ما في من القصائد اللي حسيت ان الجمهور تفاعل معها اكثر؟ لا ممكن في ابيات، يعني الان الشاعر شنو أمنية الشاعر؟ أمنيته أن التردد قصائده. صحيح. فحتى السابقين قالوا يعني لو قلت لك قصيدة زين ونحفظ منها بيت واحد هذا معنات أنك أنت وصلت إلى الجمهور. نعم. فممكن في هناك قصيدة لكن أنا بأخرها، يعني سؤالك جاء مبكر علي، هي قصيدة أنا اللي بأخرها، يعني كانت قصيدة دينية وما كنت محضرها للأمانة للقاء هذا. فهذه القصيدة اللي يعرفوني فيها الجمهور هي أول قصيدة لكن ما كنت محضرها، قلت يمكن أخرها أو ما راح أقولها لأني مرتب أنا قصائدي. قرار عندك، القرار عندك، ماكو مشكلة، احنا معك. احنا طبعا مستمرين معاكم وفي الحديث الشعري الجميل، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. الشاعر سعد الزعبي، سبب تأخرك في الظهور الإعلامي؟ يمكن قلنا احنا هذا الكلام في المقدمة، واليوم أول ظهور إعلامي على الشاشة، يمكن لك في الصحافة قليل أو في الإذاعة قليل جدا، لكن من متابعينك يرون بأنك تأخرت جدا في الظهور الإعلامي، السبب؟ نعم والله أسباب واجد أبو تركي، يعني أنا ما سعيت أني أظهر إعلاميا لعدة أسباب. الشعر مهما كان يبقى موهبة، يعني في أولويات بالحياة، يعني أنا شغلت بدراستي، شغلت في أمور ثانية عن الشعر، والحين لما صفيت يعني صار عندي صفاء ذهني مثل ما نقول، الواحد يقدر يركز يقدر يقول، تواجدت. جميل. احنا بنقلب الاسئله قد ما نقدر، ناخذها شعر وقصيد قد ما نقدر، يعني انا مستمتع بالقصيد ودانا مستمتع معي بالتاكيد، والجمهور الكريم يستاهلون، يعني ناخذها قصائد. لكن ايضا سؤال، وفي عمليه السوشيال ميديا اليوم انت نشط في هذا المجال حسين، في عمليه السوشيال ميديا هل شايف مردودها ولا شايف منها ازعاج؟ لا بالله مردودها جدا جميل. السوشيال ميديا يعني اللي يعرف له صح واللي يستخدمه صحيح ويرسم له هدف يوصل الهدف اللي يبي وصله، يعني شتى المراحل. نعم. الجميع الناس اللي يبون يعني، ويلا لك الحمد، التواصل الاجتماعي فتح بيبان كثيرة للناس ووصلهم للنجومية، وناس كانت تكتب قصيد من نون وما يعلمون ما حد عرفهم إلا من التواصل الاجتماعي. صحيح. والبرامج. صحيح. اللي مثل برامجنا هذه الطيبة. جميل. طبعا التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، اذا انت استخدمته صح راح توصل للجمهور بشكل اسرع وراح يتفاعل ايضا. طبيعي. شوف رده فعل الجمهور. صحيح. معك استاذ سعود، انت شلونك مع السوشيال ميديا؟ لا مش ولا بد مقصر. اي حيل عيل، نبي نسمع منك قصيده. قصيده يا خالد، اسمع كلمتي وافهم القول يا لبيب، وانت لبيب واللبيب بالاشاره يفهم، والوقت زحمة يا رفيقي والعلاج من الطبيب، ترى الرجال الصادقة عند المواقف لحتم، وانت رجل وان قلت ذيب اشوش لام، ان قلت ذيب اقبض ظهور المنطقي وش بالضفادع ارتموا، يدعون ان المرجعية للبعيد وللقريب، قد اقسموا يوم كذبوا يوم كذبوا قد اقسموا، يدعون ان المرجعية للبعيد وللقريب، قد اقسموا يوم كذبوا يوم كذبوا قد أقسم، والغيب ربي يعلمه رب المشارق والمغيب، والموت يا خالد تراه الموت، والموت الحمو خلية الإرهاب دايم لا تصيب وهي تخيب، واللي بغاها عزتي الحالهم يوم انتموا، ونقط نقط وافهم بعد نقط نقط مع الغريب، أصحابنا اللي لملموا بجروحهم وش لملموا من معطيات الوقت، حنا بس ود وبس جيبوا بنو النظير الخاينة، أفضل لهم لو أسلموا في وقتنا يا خالد، أعرف ذا رفيق وذا طليب، وكل من يمر من المنافذ في جوازه يختموا في وقتنا شيء طبيعي
يطعنك حتى القريب ولعاد تشرف فيها للنمة اليامن نمنم سلامتك. صح لسانك صح لسانك واعتقد الرمزية يعني واضحة في هذه القضية. وبارك الله فيك أخوي سعد شنو حاب تختار؟ والله ودنا نقول غزل. تفضل نغير شوي. قول الهوى ما فيه لا حرب ومعارك، نهر صافي منبعه ولا مصب، يكفي إن في مساك وفي نهارك، ما يجف لهفة العاشق صبه، شاعرك لا شاف صمتك وانكسارك، لا تلومه لا سبح في البحر غبه، يمدحون الحظ للوجه المبارك، بس حنا لا تزعلنا نسب، لا متى وحنا على الضيق انتشارك، انت زاعل وزعل من دون سبه، لا جرحتك ولا همشت اعتذارك، اعرف اني شفت شيء ما احب، اجرحك واجيك وارد اعتبارك، الضمير احيانا يتحول منبه، الجدي لو تجذبه داخل مدارك، كان خلى الارض بالشمس تشبه، اعتبرني طفل متشيطن بدارك، ما تربى بالمحبه وانت ربه بيدك الموضوع والرجعه قرارك، لا تساومني على جرحي وطبه، من مشيت وهالثلاثه بانتظارك، السهر والليل وعتاب المحبه. الله عليك. صح لسانك. صح لسانك. حسين شنو تبي تسمعنا؟ قول ما بين حدب الضلوع وبين شرياني، زحمة مشاعر تنادي لك من الأعماق، وما بين صرخ الحنين وبين حرماني، لقيت روحي معك في عالم العشاق، محروم حبك وأنا من حبك أعاني، وأقسى شعور الهوى تقفي وانا مشتاق، عمري بدونك يعيشه واحد ثاني، شخص حياته من فراقك حبر ووراق، يا كبر هم الحزن وجروح وجداني، ويا ويل حالي وصدري من غيابك، ضاق انسان بين الخلايق صرت وحداني، انام بفراق واصحى في صباح افراق، ويلوح في خافقي لفاقت احزاني، صدك وهجرك عن اللي بل هوالك فاق، الله حسيبك بلي اسباب تجفاني، ذبحت قلب ما فيه الا غلا واشواق، وصديت عني وصدك وين وداني، اتعبت قلب على حمل الجفا ما طاك. صح لسانك. اخوي سعود شنو الخط اللي انت راسمه حق نفسك الخط الشعري؟ هل انت في خط مدرسه محدده ام انت اي موقف هو يثيرك؟ لا كمدرسة احنا كلنا من مدرسة واحدة، يعني هي المدرسة التقليدية، يعني الشعراء الموجودين سواء انا او اخوي سعد او حصين، الشعر اللي قاعد نقوله الان واللي يقول مثل شعرنا هذا من المدرسة التقليدية، فالناس مش فاهمة بين التقليد والمدرسة التقليدية. المدرسة التقليدية اللي هي يعني من عاداتك واعرافك وكلامك ولهجتك ومفرداتك، مو القصد اني انا اقلد فلان، يعني حتى لو قلت لي اكبر شاعر مثلا اقول لك من المدرسه التقليديه. اما كنهج الشعر او فعلا بعض الشعراء يثيرك، بعض الشعراء تسمع القصيده يثيرك، بعض المواقف مثلا لقطات في المسلسل، مثلا لقطات في مسلسل تثيرك. فانت يعني شاعر الاثاره، يعني شيء اللي يثيرك. لا 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 مو هي مو عن شاعر اثاره او مو اثاره، لا انه يعني المواقف تستفزك. إيه؟ تكتب على المواقف تستفزك. انا عن نفسي بهالطريقه هذه انا تستفزني المواقف. اخوي سعد نفس السؤال، الخط يعني ايه الخط اللي انت راسمه حق والله نفسك؟ والله تنوع المدارس، الواحد يستفيد من الشعر، يعني في مدارس ما قال اخوي سعد التقليديه، في الحين احنا نعيش زمن التحديث المفرده، يعني جيلنا احنا غير عن جيل اللي سبقونا، يعني اهلنا والاباء والجداد، المفرده تغيرت، مو يعني قصدي اني بالقصيد الحديث، لا المفرده تحديث المفرده، يعني نقول كلام اللي قبلنا ما كانوا يقولونه. صحيح. وهذه المدارس يعني موجوده، في شعراء ابدوا عليها واكتبوا واستقطبوا الجمهور من سبه المفرده، المفرده هذه تحديث المفرده، وعايشوا ولامسوا زمنهم يعني. نعم. بالضبط. نعم. بالنسبه لك حسين انت من اي مدرسه تشوف نفسك؟ انا اشوف نفسي من مدرسه الضمير. اللي يقوله الضمير يقوله لساني. والكل زمان شعاره، والكل جيل شاعر، يعني والزمان الأول عادات وتغاليد والأماكن والبيئة تغيرت. صحيح. عن وقتنا الحالي، فالحين مثل ما قالوا الأخوان مفردات تغيرت. صحيح. ولا المعنى هو يعني أول على على الجمل واليوم على السيارة.
عسى كتبت شيء عن السيارة. والله السيارات. السيارة والطيارة والباخر. الباخر سمعناها الحين إني قال وين الجلبوت الحين خلاص الحين على الباخر. شو نختار نحصي من القصائد الجميلة نسمعها؟ أنا بروح معكم في الغزل. تفضل. يقول مشاعري هاضت وهاضن الشجون يا سعد عين اللي سعدني مساها ما شافت عيوني من الناس في الكون أجمل من اللي راح قلبي معاها جمالها كامل وللزين مضمون وأجمل وصوف الزين كلها معاها ومن زينها كل العذارة يغارون وما تلتفت للي حكوا في قفاها والناس لو قالوا مهما يقولون ما هي تنزل للحكي مستواها مقامها أرفع من اللي يذمون متربية باين عليها الرفاهة أصل وفصل وإحسان أصل وفصل وإحسان راقي ومصيون عفة وخفة والله اللي عطاها زين ودلع وإحساس وأخلاق وعيون ولو عذربوها ما ينقص حلاها يفتن حلاها كل صاحي ومجنون ولو وشرت كل يلبي نداها استاذ سعد شنو نسمع منك قول محتاج اذاني صاغيه ودي ابوح فيني نهر وبالمسامع ضفاف الشاعر اللي يكتم الضيق مفضوح تقرا معاناته بحبكات قاف انا اتهمت اني جسد خالي الروح والمتهم اكبر دليل اعتراف الضيق والتنهيد والجرح والنوح خلوني اكره كل شيء وأخافه أبنصحك واخذ النصيحة من الروح كل حب وكل شوق ولطافة أنا نزيل قلوب منفي ومجروح بتحبني تلقى الندم والحساف يمكن يجيني يوم واشتاق واروح واقول لك شكرا حسن الضيافة انا اختار لكم اليوم الغزل مسيطر ما قصروا الشباب لكن انا بختار قصائد كلها اجتماعيه يعني اغلبها اجتماعيه اقول يا قلبي الناس بعض وجيهها كاشر سود الوجيه العبوسه من يخاويها شذوذ وقتي بطبعه دوم متقاشر وكبدي اللي حريق الوقت كاويها كان المعاليق تنشر في يد الناشر سود الليالي كثيرات دعاويها وافكار عقلي من التفكير تطاشر مثل الدبش يوم طاشت في مفاليها وانضقت قلي وقلي يا عسى ماشر لا يزعجك دم عيني يوم انا ابكيها ندري الهم والغربال متخاسر في ظروف حالي عسى ربي يعافيها صار اول القوم متساوي مع العاشر وصبر الجمال القويه من مواطيها الناس فيهم حكيم فيهم الداشر وخساس الاهداف جعل الله يعنيها لا بد تمشي مع العربان وتعاشر رجل يطوف ورجل ما يعديها شوف الحياة يا فؤادي فيها نتباشر القاع تفرح بشوفها لا نزل فيها وراعي الإشاعات دايم للخبر ناشر شغله يجيب السوالف ثم يوديها وبرامز التلفزة تسجيل ومباشر يحامي الدار كل من حراميها الله يوم القيامة جامع وحاشر وخالق الناس جامعها ومحصيها عليك صح لسانك صح لسانك حصين إذا بنتكلم على جديدك شنو أنت مذهب لنا في الأيام القادمة والله الأيام القادمة إن شاء الله جعلنا الله من الحيين آمين يا رب كل جديد إن شاء الله بنقوله لكم وأنا مستمر مع جمهوري الجمهور يعني أول بأول الجديد ومتابعيني وأن تأخرت عنهم يعني الحمد لله الله أكرمني بجمهور يا الله لك الحمد انهم متواصلين معي جميل يسالون عن كل جديد وكل الايام القادمه ان شاء الله تكشف وش الجديد باذن الله تستاهلون احنا سعدنا جدا بلقائنا معاكم لكن ما ودنا نختم الا بقصائد باختياركم ختامها مسك بالتاكيد وايضا كلمه ختام لحضرتكم اسئله كثيره ودنا كنا نتطرق لها فاخوي سعود شنو حاب تقول بالختام؟ في الختام مو القصيدة القصيدة بعد شوي لكن من كلمة لأن بنتقل حق الأخوان القصيدة ختام والله يا أبو تركي وانت والأخت ندى والقائمين على القناة وأصحاب القناة يعني أنا أعتبر هالشي هذا مكرمة استدعائكم لنا وقناة كحجم قناة الرأي حياكم الله يعني ونختم الساعة المباركة تفضل تفضل ساعة مباركة شرفت نورت ونختم القصيدة اللي
مالي شغل في اللي حيا واللي ذي مات. أنا خلصت بنكهر الناس وقفيت الأرض سبع تحت سبع السماوات. الله هو اللي يفزع لياتنا الصيف دعوة تروح ودعوة ما بعد جات. يا رب تستر والليالي مفاليت. خذنا من الدنيا هموم ومسرات ولا نلتفت للهيت واللي مع الهيت. ومن تجربة وقتي ببعض المجالات ومن مادها الأعماق لو قلت مليت أيقنت أن الصبر بيرق بطولات وأن الصراحة في ضميري لها بيت وأن الحقيقة أروع من الدعايات وأن الحقيقة أروع من الدعايات. ولو تتقيت والصبر في وجيه الرياجيل حامات يا مخاوي العزة نعم يوم خاويت فكري عميق ومتعبت هالمسافات ما بين ليه وكيف يمكن ويا ليت ما مات فات وكل من فات قد مات. لا تنبش الماضي اللي رحت ونجيت أشرق بوجهي بحفظ الصلوات وغرب بوجهي مع العز والصيت بين التفائل والأمل والمسرات. أسد رجلي بالقدم يوم سجيت عاشق طموحي والليالي سريعات على جدار الصمت ما يوم غنيت. سلام. صح لساني صح لساني. أخوي سعد الزعبي شرفت ونورت، سعد المباركة كلمة بالختام وأيضا قصيدة. يبارك بأمرك يا أبو تركي. أنا اللي سعيد في أول ظهور إعلامي معاكم مع أختي مع أخوان الشعراء. حياك الله. وإيش يكون إن شاء الله دافع للغادم إن شاء الله. إن شاء الله. أقول تدري وندري كل أبونا عارفين إن النفوس استسلمت لهمومها. أول شعور يمر فيه المغرمين أيامهم يستعجلون قدومها، وآخر شعور يموت منه العاشقين دموعها وهي تبل كمومها. بنفترق والله على الفرق عين دام المشاعر اختلف مفهومها. وأنا مثال لهالتجني من سنين لاستغربت بعض العرب ما لومها. دايم تسلمني بيدي للشامتين وأنا ترفع زلتك وشومها. يا ابو الكلام الذرب والعقل الرزين ضاقت علي وقلت لك من يومها. لاحظ وشوف الناس خص الطيبين من ضيقها يمكن تشق هدومها. لاحظ وشوف الناس خص الطيبين من ضيقها يمكن تشق هدومها. خليتني لقس الهموم أغلى خدين خليتني لقس الهموم أغلى خدين أبرك لها وأقومها. زادي جروح ودمعتيني فرض عين نوبة تفطرها ونوبة صومها. عندي قناعة والقناعة شي زين لاشتد وقتي قمت أهل علومها. إذا الوفا بيخلي الطيب حزين الله يخلي ضيقتي ويدومها. صح لسانك صح لسانك. أخوي حسين شنو حاب تقول بالختام وأيضا شنو نسمع منك؟ قول مشكورين على الدعوة الكريمة وقناة الراي صارت يعني منبر الشعراء دعم الشعر. صلى الله يمدكم إن شاء الله وما قصرتم. وأقول بختم بغزل معكم. قول يجيني من إحساس المحبة خبر ورسال وحسك لو ما ينطق إحساس مكنونك. يا مظنون عيني والله إن صورتك في البال حشا ما يغيب الذكر عن بال مظنونك. يهي ظلولة والشوق في داخلي فعال على نبض خفاقك وخفاق مظنونك. أحبك وقالوا في محبتك زود هبال وأنا من عشقتك هاوي أصير مجنونك. ذبحني غلاك وجيت لك والغلا همال ولا يبني الخاطر سوى نظرة عيونك. جميع البشر لا جيت في لستة الهمال أدانيك لو كل البشر ما يدانونك. أنا فيك مسمع مرى نظرة العذال أنا حالف يا المترف السلس ما خونك. تطمن أدام الحب في داخلي لازال ولا ينمحي جعل أكثر الخلق يفدونك. غرامك رساب القلب مثل السفن بالجال ودفع هالهوى في قلب معشوق يصونك. سلامتك. صح لسانك. صح لسانك. شكرا لكم ولتواجدكم معنا اليوم الشاعر سعود بن هديان شكرا لك. شكرا. والشاعر سعد الزعبي شكرا لك. والشاعر حسين المفرج شكرا لكم وشكرا لتواجدكم. شكرا. مشاهدينا شكرا. كانت هذه حلقتنا اليوم إن شاء الله تكونون استمتعتوا وعشتوا معنا الأجواء الطربية الشعرية. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والشكر موصول أكيد لضيوفنا الكرام. تقبلوا تحياتنا. كنا معاكم دانا وراشد ونشوفكم على خير دائما. تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان. إلى اللقاء.